بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين نبارك للجميع هذا المولود الميمون وهذه الولادة الميمونة وهذه الولادة التي بشر بها عباد الله المؤمنين بل بشر العالم الاسلامي بأسره والعالم الإنساني بأسره بانه هنالك منقذ للبشريه جمعاء وهو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اثرنا سؤالا في اخر الحلقه السابقه هو هل التقى الامام المهدي ببعض الناس كما اثبتنا انه ممكن اللقاء به؟ واقعا ذكر في كتاب جنه الماوى للمحقق النوري ثبوت لقاء كثير من علمائنا وكثير من الناس المخلصين فدون في ذلك الكتاب لقاؤهم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكيف أنه قد أعطى إليهم بعض الرسائل وبعض الكلمات منها ما هو خطي ومنها ومنها ما هو مختصر على المشافهة والحديث وهو يعلم أن هذا هو إمام العصر والزمان فكانت له قصة مع ذلك الحلاق وقصة مع علي مكي وقصة مع غيره ذكر الكتاب تسع وخمسون واقعة تشير إلى لقاء الإمام بمجموعة من العلماء طبعا أن اللقاء حتى نسترسل عن حديثنا في تلك الحلقة في تلك الحلقة السابقة ان اللقاء يحدده صاحب العصر والزمان، لا يحدده الانسان، ولمصلحة قد تكون تلك المصلحة عامة وقد تكون المصلحة خاصة، يعني قد يكون اللقاء من اجل ان يهتدي ومن اجل ان يقتدي ذلك الشخص ويثبت على طريق دون غيره، فتصبح المصلحة خاصة بهذا وقد يكون باقتداء وباهتداء ذلك الشخص هي مصلحة لكثير من المؤمنين فتصبح المصلحة عامة تحديد هذه المصلحة وتحديد موعد وآلية ذلك اللقاء يكون تابعا إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وليس للراغب بلقاء الإمام فقلنا جميعا تهفو أنفسنا إلى لقاء تشريف فضلا عن لقاء الأنس بالامام صاحب العصر والزمان. فكلنا نريد ذلك ولكن هل سيلتقي بنا الامام جميعا؟ لو التقى الامام بنا جميعا لا ثمره ولا جدوى ولا مضمون ولا موضوع لقضيه الغيبه. فالغيبه التي نحن فيها الغيبه الكبرى التي انذر بها واوضحها الامام لسفيره الرابع كما بينا في الحلقه السابقه فقال انه قد حان موعد الغيبة التامة إلى أن يشاء الله فلو التقى الإمام بالجميع مع رغبة الجميع بلقائه ما كان هنالك موضوعاً لغيابه وهذا ما يثبت أو بأنه لقاء الإمام سوف يكون لقاء مناطاً بما يراه الإمام مناسباً الوقت المناسب والمصلحة نحن ومن جوار الإمامين الكاظمين عليهم السلام جميل جدا وقريب إلى النفوس والعقول أن نتكلم عن الشيخ المفيد قدس سره الشريف ولقاء الإمام به حادثة تنقل تلك الحادثة تتكلم عن فتوى وموضوع إبتلائي قد حدث في زمن الشيخ المفيد طلب منه قدست نفسه الزكيه ان يفتي به فقالوا له هناك امراه قد توفيت وهي في شهرها التاسع فقالوا له انولدها ام ندفنها مع ابنها فالشخص الذي قد اتى ياخذ منه الفتوى حتى يسرع الى مساله تجهيز المراه بايلادها ام بابقائها ودفن الطفل معها فقال ادفنوا طفلها معها فذهب ذلك مسرعا الى المغتسل من اجل ان يخبرهم للقيام باكمال مراسم الدفن واذا بفارس يقتفي اثره ويقول له بان الشيخ المفيد يبلغك ويقول اولدوها ثم ادفنوها فاخذ منه الكلام وبالفعل اولدوها ثم دفنوها فمضت السنين والأيام وإذا بهذا الشخص بنفسه تدور الأيام ويجلس مع الشيخ المفيد وبرفقته ذلك الطفل بعد أن كبر وتعدت سنين معينة فقال له هذا الطفل الذي قد أفتيتنا به وقد أولدناه من أمه ثم دفناها تذكر الشيخ المفيد أنه لم يفتي كذلك وإنما قال لهم ادفنوها وادفنوا طفلها معه فأخذه الاستغراب من ذلك الشخص وأنه قد أفتى على ضابطة قد تكون خاطئة وبالتالي هو قد أخطأ في تلك الفتوى وإلا سوف يكون سببا في موت هذا الطفل الذي يراه اليوم بين عينيه فأحجم الشيخ المفيد عن الإفتاء ينقل الخطباء هذا النص انه يا مفيد افتي وعلينا التسديد انه جاءه النداء من الامام صاحب العصر والزمان. يذكر بحار الانوار هذه الرساله التي قد وجهت للشيخ المفيد. يقول له بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد سلام عليك ايها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فانا نحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة, الصلاة على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق حقيقة كلمات تكتب بماء الذهب الـ 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 الإمام المهدي يخاطب الشيخ المفيد يقول عليه يقول له ايها المولى المخلص في الدين والمخصوص فينا في اليقين ثم يكمل قال انه قد اذن لنا في تشريفك بالمكاتبه اذن بمعنى انه الله سبحانه يعني امر من الله للامام صاحب العصر والزمان ان يكتب لي الشيخ المفيد وهذا تشريف كما قلنا ان هنالك لقاء يسمى بلقاء التشريف ولقاء يسمى بلقاء الانس. فشرف الشيخ المفيد بهذه المخاطبه فيقول له انه اذن لنا بتشريفك بالمكاتبه وتكليفك ما تؤديه عنا الى موالينا فيك. اعزهم الله بطاعته وكفاهم الهم برعايته لهم وحراستهم فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين على دينه على ما نذكره واعمل في تأدي في تأديته إلى ما تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا يعني باقين موجودين في مكاننا إلا أننا آه غير بعيدين عنكم نحن بعيدين عن مساكن الظالمين نلاحظ ان هذا الحديث مع الشيخ المفيد يؤكد ان اللقاء ممكن وانه قد حدث معه لقاء وانه لا يريد لمثل هذا الرجل المخلص في الدين ان يحجم عن الافتاء خاصه واننا نعيش في زمن الغيبه الكبرى ولا يتوهم احد أن الإمام صاحب العصر والزمان غائب عنا فهو بنفس الرسالة يخاطب الشيخ المفيد فيقول له إن غير مهملين لمراع لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم وغير بعيدين عنكم يريد يبين ال الإمام بأنه هذه القضية واضحة ولذلك يبين يقول له أنه لا يعزب عنا شيء عن, أخبار عن أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم شوف الإمام يشير بالذل الذي أصابكم متى قال مذ جنح كثير, من كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة يعني الأخطاء التي كان السلف, السلف الصالح مبتعدين عنها شاسعين بينهم الفراق أنتم قد جنحتم إليه فوصلتم إلى ما وصلتم إليه من ذل لذلك أيها الإخوة علينا أن نعمد ولا علينا أن نكون من هذه المناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث الإمام المهدي مع شيخ الطائفة الشيخ المفيد يدل منذ ذلك الزمان فضلا عن هذا الزمان أننا قد جنحنا وأننا قد ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى أدى إلى ما نحن فيه اليوم، اليوم يعيش مجتمعنا المجتمع العالمي، كل ذوي البشر يعانون من جانحة فيروس كورونا الجديد الذي أصبح بلاءً ووباءً كبيراً، ووباءً عالمياً، اليوم أذعن وأخلد جميع الملحدين. الى ضرورة العودة الى السماء، اي العودة الى الله سبحانه وتعالى، فلنجعل من ولادة الامام المهدي نقطة للانطلاق باتجاه الله سبحانه وتعالى، نقطة للعودة الى الله سبحانه وتعالى. كلام الامام المهدي علينا ان يكون هذا الكلام سلام الله عليه الذي قد قاله الى حجة من حجج الله وهو الشيخ المفيد كلام وكأنه موجه لكل فرد منا، فاليوم اقول: ولدت يا ابا الحسن وكلامك هذا سيكون درسا لي وكل منا يقول ان ولادتك سوف تجعل من هذا الكلام درسا لنا للعوده الى الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم نكون قد عشنا مع الامام المهدي عيشه يريدها هو احتفالا الاحتفال بالمولد الميمون عندما نقول ان هذا مولدا ميمون اي مولدا يجسد فينا كل مبادئ الخير مولدا يعود فينا الى الله سبحانه وتعالى، فكل ابن ادم خطاء، وكل منا مطلع على خطاياه، والانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، بكل ما لدينا من اخطاء نعاهد اليوم صاحب العصر والزمان اننا سنعود الى الله سبحانه وتعالى، ونقول ان كلامك هذا الذي قد قلته لهذا الرجل الصالح ساعتبره مقالا وسطورا اكتبها على قلبي من اجل ان اعود اليوم انظر الى ان لا اكون ذليلا فانت تريدني ان اكون عزيزا اليوم ساعمل كل ما يدخل الفرح والسرور الى قلبك بالله عليكم لو اننا نظرنا بنظره ايجازيه ان هنالك روايات تقول عن شيء ينقذك يوم القيامه وهذا الشيء بعد ان يؤمر بك يؤمر بك الى النار ياتي شيء ليخرجك ذلك الشيء يخرجك من ذلك النار فتسأل يقولون له هل هذه صلاته؟ يقول هل انت صلاتي؟ يقول لا هل انت صومي؟ يقول لا هل انت عملي كذا؟ يقول لا اذا ما انت وتخرجني من نار جهنم؟ يقول انت فرحه ادخلتها على قلب مؤمن. اذا كانت فرحه تدخل على قلب مؤمن تخرجك من هذه النار تعيدك الى الجنه. فكيف إذا أدخلنا فرحة على قلب صاحب العصر والزمان اليوم نتخذ من هذا التأريخ الخامس عشر من شهر شعبان تأريخا جديدا للعودة إلى الله في نيتنا هو أننا ندخل الفرحة على قلب صاحب العصر والزمان إذا كان الأمر كذلك فسنكون في مأمن من ديننا فالله سبحانه وتعالى لا يؤنسه تعذيبنا وانما يفرحه اننا ندخل الجنه وطرق وسبل الدخول الى الجنه واسعه وميسره وكثيره اكبرها اوسعها حجه الله في الارض. بقيته في الارض الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن ينتفع بما يسمع وانه نجعل من هذه المناسبه نقطه للعودة إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إلى لقاءات أخرى وإلى مسير طيب مع الله سبحانه وتعالى هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين